كل شيء جديد عن هاتف S23 Ultra، الهاتف الأقوى لعام 2023، تقنيات جديدة يتم استخدامها لأول مرة على الهواتف من سامسونج، وهاتف Z Fold 4 يحقق المستحيل، مواجهة شرسة بينه وبين S22 Ultra، والنتيجة صادمة للجميع. أخبار ومعلومات حماسية ونارية تنتظركم بفيديو اليوم، فخليكم ويانا. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن، وعلى الرغم من أنه تفصلنا أشهر كثيرة عن هاتف S23 Ultra، إلا أنه صرنا نعرف الكثير عن هذا الهاتف الرائد. نعرف أنه الهاتف حيستعمل معالج السناب دراجون 8 Gen 2، وحيتخلى عن معالج الإكسينوس لأن هذا الأخير غير قادر على مواجهة وهزيمة معالج كوالكوم. نعرف أيضا أنه الهاتف حيستعمل تخزين من نوع الـ UFS 4، واللي حيكون أسرع بمرتين من تخزين الـ UFS 3.1 المستعمل حاليا بهاتف الـ S22 Ultra، وحيكون 45% كفاءة أكثر من السابق. وسامسونج أكدت أنه الـ UFS 4 Flash Storage حيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي هذا الشهر، حتى يكون جاهز بأعداد كبيرة لهاتف الـ S23 Ultra. ونعرف أيضا أنه الـ S23 Ultra حيجي مع متحسس كاميرا جديد، واللي هو الـ 200 ميجا بكسل كاميرا سنسر. واليوم ويانا معلومات إضافية عن الكاميرا، حيث آيس يونيفيرس ذكر أنه هذا المتحسس الـ 200 ميجا بكسل حيجي مع حجم بكسلات 0.6 مايكرونز. ونعرف أنه حجم البكسلات كل ما يكون كبير كل ما تدخل إضاءة أكثر. ولو قارنا البكسل سايز بين الـ S23 Ultra وهاتف الآيفون 13 Pro Max، فممكن حتقولون انه البكسل سايز على الـ S23 Ultra صغير جدا، لكن هذه مو كل القصة هنا، لأن سامسونج تستعمل تقنية مختلفة بالبكسلات، بحيث تجمع عدة بكسلات معا ببكسل واحد كبير، وهذه المرة فسامسونج حتجمع 16 بكسل ببكسل واحد كبير، والنتيجة حتكون 12.5 ميجا بكسل بالـ 2.4 مايكرونز. الآن هاتف الـ S22 Ultra أيضا يجي مع بكسل سايز الـ 2.4 مايكرونز بنفس عملية تجميع البكسلات أو البكسل بيننج. فشنو الجديد هنا؟ الحقيقة أنه متحسس الـ 200 ميجا بكسل الجديد من سامسونج حيجي مع بكسلين إضافية من نوع الوايت، واللي معناه أنه حيتمكن من تجميع إضاءة أكثر بمقدار 35%، وبالتالي حيكون التصوير أفضل بالأوضاع الليلية وقليلة الإضاءة بكل تأكيد. ايضا من الامور الجديده اللي حتجي هنا هو السوبر كواد فيس ديتكشن تكنولوجي، واللي حيمنح المستخدم اوتو فوكس اسرع وافضل من السابق. ايضا يتمكن المستخدم من تصوير فيديوهات بال 8K بال 30 فريم بير سكند وال 4K بال 120 فريم بير سكند بدون اي خساره بجوده التفاصيل. ومؤكد انه موضوع الاوبتمايزيشن او التضبيط حيلعب دور رئيسي وكبير، بالاضافه الى المواصفات الهاردوير العاليه. أيضا من المعلومات اللي ويانا اليوم أخبار عن قدرة البطارية والشحن على الـ S23 Ultra، واللي حسب المعلومات الأولية حتبقى نفسها، يعني قدرة البطارية 5000 ملي أمبير، لكن مع ملاحظة أنه معالج السناب دراجون 8 Gen 2 حيكون أكثر كفاءة من السابق بحوالي 35%، وهذا معناه حتى لو كان حجم البطارية حيبقى نفسه، إلا أنه حيكون هناك فرق بعمر البطارية بكل تأكيد لصالح الـ S23 Ultra. ايضا هاتف الـ S23 Ultra حيجي مع واجهة الـ One UI 5 والاندرويد 13، وسامسونج حاليا اطلقت الواجهة بصورة رسمية نوعا ما على هاتف الـ S22 Ultra، ويانا ايضا انيميشن قصير عن واجهة الـ One UI 5 بعملية التقاط صورة للشاشة، حيث سامسونج طورت وحسنت الانيميشن بصورة عامة مثل ما تقدرون تشوفون هنا. نقدر ايضا ان نسحب من الاعلى لفتح تطبيق بوضع البوب اب فيو او وضع التطبيقات العائمة. على أي حال، واجهة الـ One UI 5 حالياً متاحة فقط لهواتف الـ S22 Ultra للمستخدمين المشتركين بالسامسونج ممبرز، وأيضاً ما متوفرة بكل البلدان. تم إطلاقها بصورة رسمية لكن تجريبية حالياً، قبل أن يتم الإطلاق الفعلي بشهر 10 أكتوبر هذه السنة. إذن، فهاتف الـ Z Fold 4 والـ S22 Ultra هي أعلى هواتف من سامسونج، يعني فلاكشيب الشركة لسنة 2022. الهاتفين واحد يختلف عن الآخر وبعدة جوانب، واحد منهم فولدبل والآخر كاندي بار أو عادي، كذلك يختلفون بالمواصفات. هاتف الـ S22 Ultra يتفوق بكثير من النواحي، حيث يملك أقوى منظومة كاميرات من سامسونج، ويجي مع منفذ خاص للقلم، يعني القلم مدمج بالهاتف، والديسبلاي أفضل، وكذلك البطارية أكبر. however، فالفولد 4 يتفوق على الـ S22 Ultra بنقطة جوهرية جدا مهمة، واللي هي المعالج أو الشيبسيت.
حيث يجي مع السناب دراجون 8 بلس جن 1، بينما الاس 22 الترا يجي مع السناب دراجون 8 جن 1. معالج الفولد 4 مصنع من شركة تي اس ام سي، بينما معالج الاس 22 الترا مصنع من سامسونج. وبما انه تي اس ام سي افضل من سامسونج بمجال تصنيع المعالجات، فالمعالج الجديد افضل من القديم 16% مور باورفول و 30% كفاءة اعلى. والان تم عمل اختبار كفاءة البطارية لاعلى الهواتف ومن مختلف الشركات مثل الفليب 4 والفولد 4 والاس 22 الترا والايفون 13 برو ماكس وغيرها مثل ما تشوفون. والنتيجة كانت الحقيقة صادمة ومفاجئة. تم عمل الاختبار على مجموعة مختارة من التطبيقات وعملها على الهواتف، فبالوقت اللي قدم به هاتف الاس 22 الترا فترة عمل 8 ساعات و56 دقيقة بشحن واحد. هاتف الزي فولد 4 وعلى الرغم من انه بطاريته اقل وشاشته اكبر، مع ذلك تمكن ان يجتاز هاتف الاس 22 الترا ب 22 دقيقة، حيث صمد لمدة 9 ساعات و18 دقيقة. وإذا كان هذا الأمر صادم فانتظروا النتيجة التالية. هاتف الفليب 4 واللي يجي مع بطارية بحجم الـ 3700 ملي أمبير فقط أيضا تمكن من هزيمة الـ S22 ألترا وصمد لمدة 9 ساعات و4 دقائق، يعني 8 دقائق أكثر من فترة الـ S22 ألترا. ومو فقط هواتف الفولدبل هزمت الـ S22 ألترا بعمر البطارية، إنما أيضا كانت أبرد من هاتف الـ S22 ألترا، حيث بنهاية الاختبار كانت درجة حرارة الـ S22 Ultra 50.4 مئوي، بينما كانت 39.7 درجة مئوية على الفولد 4 و 42.1 درجة مئوية على الفليب 4. هذه الأرقام كلها تبين الفرق اللي ممكن أن يصير بمجرد تغيير الشركة المصنعة للمعالج وتضبيط التصنيع. الشيء الجميل والمفرح هنا أنه معالج السناب دراجون 8 Gen 2 القادم مع الـ S23 Ultra العام القادم حيتم تصنيعه أيضا من قبل شركة الـ TSMC. على أي حال وبالعودة لهاتف الـ Z Fold 4، فواحدة من أهم المميزات اللي إجت عليه هو شريط المهام أو التاسك بار، تماما مثل بيئة الويندوز واللي يكون مكانه بأسفل الشاشة، اللي يخلي تعدد المهام والتنقل بين التطبيقات أسرع وأكثر راحة بالتنقل للمستخدم. وبما أنه هو مجرد تحديث سوفتوير، فالكثير منكم يتساءلون هل ممكن نشوفه على الفولد 3 بتحديث سوفتوير بسيط؟ والجواب نعم، هذه الميزة بالإمكان وصولها إلى هواتف الفولد 3 والفولد 2 مع تحديث الأندرويد 12L بوقت لاحق هذه السنة، وهذا حيكون خبر مفرح للأشخاص اللي ملكون واحد من هذه الهواتف الفولدبل من سامسونج. وخلص هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم، خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.